اكيد طبعا الحوار مهم جدا، لانه كل واحد بيبقى ليه وجهه نظر مرتبطه بقى بخبرته، مرتبطه بفهمه وبالتالي كل واحد لما بيقول شايفها ازاي في ضوء الخبره بتاعته وفي ضوء التحديات وكده، ممكن بنقدر نوصل لتصور يعني عملي وتصور قابل للتطبيق للتعامل مع التحديات. وخلال النسخ الماضيه اعتقد كان هناك من الطلبات للتعامل مع بعض التحديات انجز بعضها. هنكمل الجلسه ديت ان شاء الله باذن الله او النسخه ديت نناقش بقيه التحديات، خاصه التحديات المتجدده. ما انت لو انت قارنت السنه اللي فاتت دلوقتي، لا كان عندك طبعا حرب غزه، ولا كان عندك اللي بيحصل في البحر الاحمر، ولا كان عندك كل التحديات دي. بالعكس كنا بنتكلم في امور اخرى مختلفه. يعني المؤتمر غايه في الاهميه، الافكار اللي بتناقش فيه بتخدم اساسا كل تخطي التحديات اللي موجوده في على مستوى مصر. فاحنا سعداء بوجودنا في هذا المؤتمر، ودايما حريصين على ان وزاره الهجره دايما حريصه على ان هي تكون موجوده في هذا المؤتمر، بما ان وزاره الهجره اوريدي ليها دور ضخم في الاقتصاد المصري من خلال المصريين في الخارج، ومن خلال تذليل كافه اشكال التحديات اللي بتواجههم للاستثمار في دولتهم الام، والمزيد من الافكار اللي احنا اوريدي اتكلمنا عليها في هذا المؤتمر. فالنهاردة مثل هذه المؤتمرات بتدينا فرصة النهاردة للحوار مع أطياف كتير. يعني الحكومة مش هتقعد تتكلم، يعني هي بتتكلم مع نفسها عشان نقول النهاردة نتائج. زي ما أهم حاجة النهاردة بنتكلم فيها، النهاردة أنا عايز النهاردة أشجع القطاع الخاص، محتاج أسمع من القطاع الخاص النهاردة رؤيتك إيه. فمثل هذه المؤتمرات والاجتماعات بصفة دائمة ومستمرة هي اللي النهاردة بتقدر النهاردة تطلع منها لوجهة نظر يعني ما بين الطرفين، نقدر نحققها إن شاء الله بإذن الله. مؤتمر السنة دي بيجي في توقيت مهم، لأنه إحنا شفنا رئيس الجمهورية وهو بيصدر توجيهات، وبين الحوار الوطني يبقى الأولوية في الاقتصاد. الناس كلها دلوقتي بتتكلم على الاقتصاد، الاقتصاد هو القضية الأولى اللي بتشغل بال كل أسرة مصرية. فعلا النسخة العاشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، 10 سنوات من الاستمرارية، من التواصل، من النجاحات، وتوصيات كتيرة خرجت من 9 نسخ الماضية، لقت قبول وتم التنسيق ما بين الحكومة ومجتمع الأعمال وحل كثير من القضايا والمشاكل.